بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله جميع أبنائي وبناتي الموهوبين والموهوبات مع حلقة جديدة من حلقات التدريب للاستعداد لاختبار مقياس موهبة. نكمل معا سلسلة مذاكرة ليلة الاختبار أهم التجميعات والتسريبات من هذه السلسلة المهمة المتميز في مقياس موهبة جميع المستويات. اليوم إن شاء الله بنتناول مهارة الاستدلال العلمي والميكانيكي في المستوى الثاني، الصف السادس الابتدائي، والأول المتوسط والثاني المتوسط. مع هذا السؤال السهل على العلوم بيقول كده: أوجد العنصر المفقود فيما يلي. معطيني هنا معدة وقلب ورئة وبنكرياس، وطالب مني هنا أكملهم بعنصر من العناصر الموجودة عندي الآن أو عضو من الأعضاء بحيث يكونوا من نفس الفئة الموجودة عندي. طبعا المعدة والقلب والرئة والبنكرياس هدول بيجمعهم ان هما ايش؟ كلام صحيح، اعضاء داخلية موجودة داخل جسم الانسان ولا نراها بالعين المجردة، صح؟ ما حد يقدر يشوف وين المعدة، صح؟ ولا القلب ولا الرئة والبنكرياس، لكن العين نقدر نشوفها؟ لا. يبقى الف لا. والانف برضو هذا عضو خارجي، والاذن كمان عضو خارجي، لكن الامعاء سواء كانت الدقيقة او الغليظة هذه بتكون موجودة في الأعضاء الداخلية، وبكده ده للجواب الصحيح. نوقف الفيديو ثواني لحل هذا السؤال السهل والمهم. وإذا كان النفط يتوفر بكثرة في المنطقة القطبية فيكون على خط إيش؟ يعني المنطقة القطبية هذه سواء كانت الشمالية أو الجنوبية على خط إيش؟ طب انتوا عارفين ان في خطين مهمين، في حاجة اسمها خط الاستواء أو خط الاستواء، وفي خط جرينيتش. وخط جرينيتش ده هو خط وهمي ان هو بيمتد من شمال الارض الى جنوبها، بيقسم الكرة الارضية هكذا. فخط جرينيتش بيجي من القطب الشمالي الى القطب الجنوبي. فهو بيقول هنا النفط يتوفر بكثرة في المنطقة القطبية، سواء القطبية الشمالية او القطبية الجنوبية، هيكون على وين؟ هيكون على خط جرينيتش، وبكده استخدم الاجابة واختار الاجابة الف. كمان سؤال سهل بيتكلم فيها على الزمن والبوصلة. بيقول اذا كان الزمن بوصلة والساعة تستخدم لحساب الوقت فإن الزمن يستخدم لمعرفة إيش؟ هو هنا يعتبر زي سؤال كده المقدمة الغير واقعية. الزمن بوصلة، والبوصلة هذه جهاز استخدموه لمعرفة إيش؟ لمعرفة الوقت. لا، الوقت طبعا الساعة، لكن معرفة الاتجاه صحيح. البوصلة هي جهاز استخدمها واخترعها الإنسان لمعرفة الاتجاهات ومعرفة القبلة والصلاة، صح؟ يبقى باقي الجواب الصحيح. في سؤال سهل كده جاء للمستوى الثاني وكمان المستوى الثالث يصلح. بيقول في أي شكل من الأشكال التالية تكون سرعة الكرة أكبر ما يمكن عند نهاية المنحدر؟ يعني هو مديني هنا شكل منحدر بس مختلف في الزاوية اللي بيميل بيها، وهذه كرة وهي ساقطة من على المنحدر، وطالب مني سرعة الكرة تكون أكبر ما يمكن وين؟ عند الشكل الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ طبعا الاشكال كلها واحدة ما عدا زاوية الميل. هنا زاوية 40، وهنا زاوية 50، وهنا زاوية 60، وهنا زاوية 80. طبعا اكيد هتختاروا الجواب اللي هو ايش؟ اللي هو 4، الشكل رقم 4. ليش؟ لان بيقولوا طبعا كلما زادت درجة الميل زادت تسارع الايه؟ الكرة. يعني الكرة هتنزل بشكل اسرع عندما تكون الزاوية كبيرة والسطح هذا المنحدر بيكون مايل بزاوية كبيرة. يعني الشكل الرابع هو الجواب الصحيح. دايما بقول يا شباب ان في العلوم حاولوا شوفوا تطبيقاته في الحياة. لو انا ماشي يا شباب على طريق مستوي كده بالسيارة، فبتكون سرعتي او سرعة السيارة بتكون يعني عادية على حسب السرعة. لكن اذا كان نازل على منحدر طبعا سرعة السيارة هنا بتزداد. ليش بتزداد؟ لان في هنا اي منحدر، بتزداد سرعة الكرة وتسارع الكرة، صح؟ وكلما زاد هذا السطح انحدار يعني كده برضو تنزل سريعة. لكن لو كان السطح كده يا شباب شايفين كده ونزلة هنا بتنزل بقوة زيادة وبسرعة زيادة، فكلما زادت زاوية الانحدار زادت تسارع الكرة. ده للجواب الصحيح. طبعا التروس، وما أدراك ما التروس. أذكركم أننا مسوي حلقتين كاملتين على شرح التروس. هذا السؤال جاء في الاختبار وهو سؤال جديد وجميل. بقول في الشكل التالي: ماذا يحدث إذا أضفنا الترس رقم 3 بين الترسين 1 و2؟ يعني هو معطيني الترس 1 اللي هو هكذا، والترس الثاني،
ووضع في بينهم الترس رقم 3. ايه اللي هيحدث؟ لاحظوا هنا ان الترس رقم 1 بيدور ايش؟ عين. عين يعني ايش؟ يعني عكس عقارب الساعة. اذا الترس هذا 2 هيدور ميم. ميم يعني ايه؟ يعني مع عقارب الساعة. طب تعال نشوف كده وجود الترس الثالث ده ايه اللي هيحصل. يبقى هنا عكس عقارب الساعة، وهنا مع عقارب الساعة، وهنا عكس عقارب الساعة. قارنوا يا شباب بين الترس 2 هنا والترس 2 هنا، ايه اللي حصل؟ هنا كان مع عقارب الساعة صار عكس عقارب الساعة، يعني تغير الاتجاه. تمام؟ يبقى انا ادور الان على هنا يدور الترس 2 في اتجاه عقارب الساعة. لا ده هنا عكس، لا يغير الترس 2 اتجاه دورانه فقط. هو يغير اتجاه دورانه، ممكن تكون باء، بس تعال نشوف كده. يغير من اتجاه دوران الترس 2 وسرعته. هنا بقى الجواب الصحيح. طب ليش هيغير السرعة؟ لان يا شباب لما كان واحد ملتصق مع 2 زي ما انتم شايفين كده، عدد الاسنان حج الترس 1 قليلة، فالترس هذا هيكون بطيء في الدوران. تمام؟ لكن هنا الترس رقم 2 هنا التصق بالترس رقم 3، والترس رقم 3 عدد الاسنان فيه اكثر، صح؟ فايه هيغير من اتجاه الحركة والدوران، وكمان السرعة هتتغير السرعة. يعني اذا جيم الجواب الصحيح. سؤال اخر على التروس، وقفوا الفيديو ثواني وحلوا السؤال. بيقول اذا كان الترسين الف وباء مربوطين بحزام كما بالشكل المجاور، فكم دورة يدورها الترس الف لكي يكمل الترس باء دورة كاملة؟ طبعا احنا قلنا التروس يا شباب ان هي بتتوقف على عدد الاسنان اللي موجودة فيها او نصف القطر او القطر. فهو كتب هنا ان نصف القطر هنا او القطر هنا 1، وهنا كام؟ وهنا 2. ايه اللي هيحدث؟ طبعا ده هيكون سريع، صح؟ الترس الف ده هيكون سريع. فالف ده لما يدور دورة كاملة، تمام، ده مش هيكون دار الدورة لسه. ليش؟ لان ده اسرع منه، عدد الاسنان فيه هنا ايه؟ قليلة. طيب تعال ننتقل لباء. خلي باء هذا يدور دورة كاملة. لو ده دار دورة كاملة، لان هو يقول لكي يكمل الترس باء دورة كاملة، لا ده دار دورة كاملة، لابد الاخضر هذا يدور كام دورة؟ لابد يدور دورتين. وانا شبهتها لكم كده بعملية ضرب، قلت هنا 1 ضرب كام هيساوي 2، اللي هو الترس الصغير. 1 ضرب 2 يعني هيدور دورتين. باء الجواب الصحيح. مع سؤال اخر على سقوط الكرات من على سطح منحدر، بيقول اي من الاشكال الاتية يكون تسارع الكرة فيها اكبر؟ هنا مجموعة من الكرات وبتسقط على منحدر، من هذا المنحدر يميل بزاوية 60، وهذا يميل بزاوية 70، وهذا يميل بزاوية 90، وهذا يميل بزاوية 30. طبعا عارفين طبعا كلما زادت الايه؟ زادت درجة ميل المنحنى، الزاوية لما تكون كبيرة. المربع ده في الرياضيات يا شباب يعني زاوية 90. كلما زادت درجة ميل المنحنى تزداد العجلة. تمام؟ يبقى إذا جيم الجواب الصحيح، لأن أكبر زاوية مايل بيها المنحنى. ننتقل الآن إلى السؤال الثامن، بيقول في الشكل المجاور إذا كانت الأسطوانة رقم 3 تدور مع عقارب الساعة فإن. تعال نشوف مع بعض الأسطوانات زي موضوع التروس يا شباب. الأسطوانة رقم 3 اللي هي هذه بتدور إيش؟ بتدور مع عقارب الساعة هكذا، يعني هذا ميم، صح؟ يبقى اللي قبلها إيه؟ يبقى اللي قبلها عكس عقارب الساعة، وهنا اللي قبلها رقم 1 هتكون مثل ميم مع عقارب الساعة. طيب دي 3 صح؟ يبقى 4 هتكون عكس عقارب الساعة، وميم و5 هذه هتكون مع عقارب الساعة. تعال نشوف الخيارات مع بعض كده. الخيار ألف بيقول الأسطوانتان 2 و3 متعاكستان. فين 2 و3؟ 2 و3 طبعا أكيد إذا كانوا ملتصقين زي التروس كده فهما متعاكستان. خلاص أختار ألف بدون ما أتعب نفسي. ولو حابين تتأكدوا شوية تعالوا نشوفوا إن أكيد باء خطأ. الأسطوانتان 1 و4 يدوران في نفس الاتجاه. فين 1؟ 1 اللي هي أول واحدة، و4 لا طبعا هذه ميم وهذه عين، هذه مع وهذه عكس. تمام؟ وجيم كمان خطأ أكيد. ليش؟ الأسطوانتان 2 و4 متعاكستين. 2 و4 أدي الاثنين اللي هي عكس، و4 اللي هي عكس. لا طبعا أكيد كل الإجابات خطأ، لأني وصلت الإجابة صحيحة اللي هي ألف. مع هذا السؤال المهم اللي جاء في اختبارات العام الماضي وتكرر الأسبوع الماضي كمان،
بيقول لماذا لا نستطيع سماع أصواتنا على سطح القمر؟ طبعا ما بفلسفة، واحد يقول يا أستاذ طب احنا طلعنا القمر أصلا ولا شيء، لكن هم العلماء ورواد الفضاء، عقبالكم إن شاء الله كده لما تكونوا رواد فضاء، لما تطلعوا فوق على سطح القمر لا نستطيع سماع الأصوات. طبعا عارفين يا شباب إن الموجات الصوتية هذه تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى وسيط عشان ينقل الإيه؟ ينقل الصوت. تمام، هذا الوسيط اللي هو الهواء. الهواء هذا وسيط يكون هو ينقل الموجات الصوتية. فبيقول السبب ايش هو؟ لعدم وجود جاذبية على سطح القمر. لا، في جاذبية على سطح القمر ولكنها أقل من الجاذبية الأرضية بسبب صوت الرياح القوي. طبعا ما هذه طبعا خطأ، بسبب صوت المركبات الفضائية. احنا ما ندري ان في زحمة المركبات الفضائية مسوية ازعاج هناك ولا شيء، لكن لا يوجد وسيط لنقل الايه؟ لنقل الصوت. ده للجواب الصحيح. زي ما احنا اتكلمنا وقلنا انه لا يوجد غلاف جوي في الفضاء، فالهواء غير موجود، واذا كان الهواء غير موجود فهو الوسيط اللي بينقل الموجات الصوتية. ده للجواب الصحيح. طبعا انا بحب هذا السؤال لان انا اللي راسم هذا السؤال وتعبني فعلا لحد ما ظبط. بيقول في اي من الاشكال التالية يعبر عن المزيد من بذل الجهد او الشغل؟ دائما اقول مثال العلوم تخيلوها في الحياة وفي الواقع. انت هذا الشخص وطالع الآن سلم هكذا أو نازل على السلم، تحتاج مزيد من بذل الجهد يا شباب وبذل الشغل وانت صاعد ولا وانت نازل؟ أكيد وانت صاعد، صح؟ وانت نازل يا شباب السلم يبقى خفيف، صح؟ وتكون مريح. فإذا أحذف الشكل 3 و4. طب وأنا صاعد يا شباب وكتلتي 25 كيلو جرام، ولا أكون متغدي غدوة جامدة كده قوية وكتلتي 50 كيلو جرام؟ طبعا أكيد لما أكون، هو بيقول ان انا محتاج ان انا ابذل مزيد من الجهد او من الشغل، يبقى اكيد هو الشكل رقم كام؟ الشكل رقم 2 بقى الجواب الصحيح. الشخص المتسلق ده يا شباب هو كتلته ايه؟ كتلته 50 كيلو جرام، يعني كتلته كبيرة، هيحتاج مزيد من بذل الجهد او الشغل لان كتلته ايه؟ اكبر، فمحتاج جهد اكبر حتى يرفع هذه الكتلة ضد الجاذبية الارضية، صح؟ بقى الجواب الصحيح. يلا كمان ناخد هذا السؤال في العلوم، وسؤال مهم وسهل. بقول هنا معطيني زي لوحة كده هكذا، لوحة بيضاء، ومعطيني هنا مصدر للضوء كشاف كده، ومعطيني كرة، وبيقول هنا في السؤال في الشكل السابق أين نضع الكرة للحصول على أصغر حجم ظل؟ أصغر حجم ظل، خلي بالك هنا أصغر ولا أكبر. طبعا يا شباب لما أقرب من مصدر الضوء هنا الظل حق الكرة هذه يكبر، لما اجرب من المصدر، يعني لو انا حطيت عند الموضع ايه هتكون اكبر ما يمكن، كلما بعدت عند بي وسي ودي هنا بيصغر. عشان كده دائما يا شباب العلوم شوفوا تطبيقاتها في الحياة، لو في مصباح ولا شيء وضع يدك كده، كلما قربت يدك من المصباح بتكبر، وكلما بعدت يدك عن المصباح او مصدر الاضاءة او الضوء بيقل الحجم. عشان كده هيكون اصغر ظل للكرة عند الموضع اللي هو ايش؟ اللي هو دي. اختار دال الجواب الصحيح عند الموضع دي. نلتقي بعد قليل ان شاء الله مع تكملة لشرح اهم التجميعات والتسريبات من هذه الكتب المهمة، سلسلة المتميز في مقياس موهبة. شكرا والسلام عليكم.